التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء في انطلاقات التمهيدي الاول لسن اللقاية في هذا اليوم على ارضية ميدان سيف العرب. ينطلق شوط جديد بعد ما شاهدنا شوطنا الخاص بالمحليات لنسير مع شوط المهجنات الأصايل شوطنا العاشر إلى المقدمة مباشرة إلى المركز الأول والصدارة الأولى. وهنا مملكة لناصر بن سالم بن سعيد العمري على مقدمة الشوط والبداية، بينما في المركز الثاني عندنا اللي هي نجود بخيت بن سالم باللوثية العامري تحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث أرى الغادمة مع المركز الثالث. هذه مشاهدين الأعزاء جناين لراشد بن محمد براد الغفلية. أما في المركز الرابع أصبح من نصيب غناضه تتقدم غناضة لعلي بن محمد العيسائي على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس وصلت اللي هي مشاهدين الأعزاء جبارة قطامي بن محمد بن ثاني السويدي يحتل المركز الخامس، بينما في المركز السادس عندنا اللي هي شفق لسهيل بن محمد مسهيل الحميري. مرحبا ابو منصور وشعاره يتحرك الان. هذا هو مشاهدين الكرام على المركز السادس، بينما في سابع المراكز وصلت اللي هي مجنونه سالم بن مطر بن حاتر التبي. نبى نشوف الجنون منها يا رعم طيل من خلال هذه المنافسه، بينما في المركز التاسع وصلت اللي هي حربه لحمد بن سلطان بن سيف بن درويش، وعاشر المراكز اصبح من نصيب اليذابه لحميد بن احمد بن حارب المهيري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام للعشر المراكز الأولى، وفينا لمسامعكم هذه الأسامي وهذه الشعارات. وعودة من جديد إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة الأولى. ولا شارك أحمل كام يا غير واحد شيء سبق التجر الشوط في كل ميدان سبق التجر عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول والصدارة الأولى. وهذه الآن اللي على المقدمة مجال اللي ما يبناه الهطاري وخذت المقدمة والمركز الأول عتيجة بن مطر بن حسن القبيسي، بينما في ثاني المراكز هذه مشاهدينا الكرام
حربة لحمد بن سلطان بن سيف المنصوري. المركز الثالث هذه لا نجود رفيد بن سالم بلوتية العامري. الله 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 راغب اللي غادمة مشاهدين الكرام وصلت اللي هي نجوى لسعيد بن العبد بن خويدم العويسي وصول على المركز الرابع. هذه الأسامي أيها الأخوة الكرام، ولكن عودة لمقدمة الشوط، عودة للمركز الأول، عودة للصدارة الأولى. ما شاء الله وتبارك الله. هذه على المقدمة اللي هي مجال عتيج بن مطر بن حسن القبيسي. القبيسي راح إلى الفوز، راح إلى الانتصار من خلال هذه المنافسة. المركز الثاني وصلت حربة حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. المركز الثالث بلوتية مع نجود بخيت بن سالم بلوتية العامري. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله على هذا الأداء، الله على هذا الرقص الجميل اللي تقدمه في الصدارة الأولى. هذه هي الآن حربة حمد بن سلطان بن سيف المنصوري. المنصوري راح إلى الفوز، راح إلى الانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار اللي تقدمه حربة لأحمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري. ينتزع الفوز لحظة وصولها إلى خط النهاية بينما في ثاني المراكز هذه نجود بخيت بن سالم بلوتية المركز الثالث. وصلت مجال لعتيج بن مطر بن حسن القبيسي. التوقيت الزمني وصلت بست دقائق 12 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.